بالأمن والعمار يعم الفرح ويرجع الأمل من جديد لبلادنا يا رب. صباح الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصبح اللي يجيكم كل جمعة وسبت. صباح الخير ربيع. صباح الورد يا كيف عزيز. حالك ربيع؟ الله يسلمك. صباح الورد دي كيف؟ صباح الأشياء الحلوة. شكرا لك. صباح الخير على كل من يتابع فينا على شاشة 218، وكيف ما كنتوا تشوفوا فينا على 218 دائما في كل صباح نوعدوكم في فقرات متنوعة. عبير، اليوم اخترنا موضوع ندردشوا فيه على أهم نساء في ليبيا. بالفعل ربيع، حبينا نبدو صباحنا اليوم بحاجة حلوة بطاقة إيجابية بأهم 10 نساء ليبيات، أكيد كان لهم دور كبير في المجتمع الليبي وحتى يكونوا قدوة لنا. صحيح. نبدو مع السيدة حميدة العنازي اللي هي ولدت في مدينة بنغازي عام 1892، تلقت تعليمها في الخارج يا ربيع في تركيا، بعدها عادت لليبيا وفتحت أول فصل دراسي لتعليم البنات للقراءة والكتابة، وأسست في عام 1954 جمعية النهضة النسائية، وكانت جمعية أهلية تعنى بشؤون المرأة. وأيضا عندنا المرأة خديجة عبد القادر، ولدت في طرابلس عام 1938، تلقت تعليمها في طرابلس ثم سافرت إلى مصر للدراسة في المركز التدريب الأساسي عام 1961، وألقت محاضرة بجمعية التاج البريطانية عن المرأة الليبية، نشرت 30 مقالة بجريدة طرابلس الغرب عام 1963 بعنوان ليبيا في البلاد. إلى الإعلامية الكبيرة خديجة الجهمي، ما فيش حد أكيد ما يعرفهاش. صحيح. كانت أسطورة في الإعلام الليبي، طبعا ولدت هي في مدينة بنغازي عام 1921، تلقت تعليمها بالمدرسة الإيطالية، كان والدها شاعر ومثقف يا ربيع، وعملت بالتمريض أثناء تعرض بنغازي للقصف، بعدها تخرجت من القاهرة في 56 وعادت لليبيا لتعمل طبعا في الإذاعة الليبية كمذيعة ولتكون أول مذيعة أخبار ليبيا. وانتقلوا أكيد للمرأة زعيمة الباروني، هي ابنة المجاهد المعروف سليمان الباروني، ولدت عام 1910 بتركيا، تلقت تدريبها وتكوينها الثقافي في بيت مقاومة لغزة ورفض الاحتلال وسط هذا المناخ، ولدت موهبة زعيمة الباروني الأدبية، وأخذت تكتب فنا حديثا في ذلك الوقت هو الفن القصة. من فن القصة أكيد. نعم. من أجمل الفنون يا ربيع، والقصة بصفة عامة لها أكيد محبيها وقراءها. من السيدة زعيمة الباروني إلى السيدة شريفة القيادي، ولدت في طرابلس عام 1947، درست بكلية المعلمين، تحصلت على ليسانس أداب، بدأت في الكتابة للإذاعة وإعداد البرامج الثقافية واللي كانت تعنى أو كانت تهتم بالأداب وشؤون المرأة أكثر شيء، كتبت الرواية وكان لها أول رواية بعنوان هذه أنا. نعم. وانتقلوا أيضا إلى المرأة مرضية النعاس، ولدت بمدينة درنة 1940، نالت مرضية النعاس التعليم والتشجيع وتفتحت موهبتها ككاتبة للقصة القصيرة وللمقالة الصحفية، واهتمت في أدبها بهموم المرأة وحقها في التعليم والعمل. السيدة نادرة العويتي، ولدت في دمشق عام 1949، هي من أسرة ليبية مهاجرة، درست بدمشق وعملت بمجلة البيت، كانت تهتم بالأدب النسائي وتشرف على المواهب الليبية الجديدة بالخصوص، طبعا نشرت أعمالها القصصية في المجلات والصحف الليبية وحتى العربية. وأيضا ننتقل إلى المرأة وداد الساجزلي، ولدت في مدينة بنغازي عام 1937، تلقت تعليمها الابتدائي حتى الشهادة الثانوية لتلتحق بجامعة بريطانية، تخرجت عام 1961 كصيدلانية لتكون أول صيدلانية ليبية. طبعا نترحموا عليها كل هذه النساء اللي قدم العديد من الثقافة والأشياء القيمة في ليبيا، كانوا أهم رموز أكيد في الثقافة والعلم زي ما قلت ربيع، ولازالوا أكيد يمثلوا ليبيا بشكل كبير. طبعا ومن الثقافة يا عبير، مجهزين تقرير على أهمية المكتبات في المنازل، خلينا نشوفوه ونرجع. تأتي أهمية المكتبة المنزلية في دعم الترابط الثقافي للأسرة التي تعاني من فقدان التواصل مع الأبناء، فهي وسيلة تقوي العلاقة بين أفرادها وتوثقها، حيث أن الأسرة نواة أي مجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع بأسره وتطور،
وإذا أصابها التفكك والخلل تأثر المجتمع سلبا، باعتبار أن الأبناء هم الأجيال القادمة ومستقبل الأمم وبناة الغد فيها. كما أن المكتبة المنزلية تسعى لتحقيق المتعة والبعد عن الملل والتشويق لدى جميع الطلاب دون استثناء، وتتيح لهم حرية اختيار ما يناسبهم ويتوافق مع ميولهم بعيدا عن الكتاب المدرسي. رجعنا لكم بعد هذا التقرير عن أهمية المكتبات في كل بيت، وإن شاء الله نعرف أهمية هذه الكتب بالفعل وتكون موجودة في كل بيت. ولها طابع ثقافي، بعد تخشي تحسي بالارتياح بالمكاتب والكتب الموجودة بمختلف الثقافات ومختلف اللهجات. أكيد صحيح. طبعا لازم الصبح القهوة الصباحية، طبعا أنت عزمتيني عليها اليوم، واحد ما يصحصحش بالقهوة. خلينا مع شربنا القهوة يا ربيع نشوف وش عندنا من أخبار اليوم. طبعا عندنا أول خبر هو خبر مؤسف للأسف يا عبير، عن وفاة الفنانة الكوميدية القديرة نعيمة بوزيد. انتقلت إلى رحمة الله الفنانة القديرة نعيمة بوزيد صباح يوم الثلاثاء اللي هو كان يوم 23/2 يا ربيع. وقدمت طبعا الفنانة القديرة الكثير من الأعمال الدرامية والمسرحية الليبية طيلة مسيرتها الفنية التي قاربت 3 عقود من الزمن. كان آخر طبعا عمل لها اللي هو مقالب البيتزا مع الفنان ميرود العمروني. طبعا وأيضا عندها المسرحية المشهورة اسمها كوشي يا كوشا، انت رحموا على هذه الفنانة القديرة اللي رسمت البسمة على جميع جمهورها الحبيب وتركتنا بصمة طيبة وبصمة حلوة، لأنها قدمت العديد من الأعمال الدرامية والأعمال المسرحية، وكيف ما قلنا على كوشي يا كوشا لاقت إقبال في المسرح الشعبي في مدينة بنغازي. خلونا نشوف هذا البرومو عن أحد أعمال الراحلة نعيمة بوزيد. أرجو أولاً عدم التحامل على أجهزة الدولة والزز بها في أغراض شخصية لا نعلمها. نحن بصراحة ضحيت الإمكانيات اللي ما فيش، ما نعرفوش حتى كيف نشتغلوا بصراحة. من داخل مركز الأمن الواقع في نطاق الحادثة المروعة نلتقي بآمر المركز. نعم يا نعيمة، من داخل الزنزانة. كان علي يا سليمة، كيف طبيتي غادي يا سليمة؟ في البداية نترحم ونتشفع ونتكابر، وفي الحقيقة احنا جهزنا خطة طويلة عريضة سمينة لضم التوار لوزارة الداخلية. وفي هذه اللحظات نرى أحد المواطنين وسوف نستطلع رأيه في الحادثة. ما يغشوش ليبيا، ما تنغشش وما ينغشش فيها ليبيا. أنا قلت لهم مزوا باي، جيبوا مزازي، أشربوا مليح، زيدوا برتقال، ليم قارص، داخل عند هما يبوا يسكروا فيسع، شو نديروا لهم عاد؟ وبعدين راهو حتى الميثانول يدير في جو مليح، راهو والله العظيم هما يبوها فيزا عاد ما شو مندير لهم، ما ضربتش حد على ايده انا راهو باي شاو شاو باي. وداعا ايتها الفنانه القديره اكيد نعيمه بوزيد اللي خليتين اعمال فعلا نحن ما نملش منها، وحنكونوا اكيد في المتابعه. نستقبله عبر الهاتف الممثل المسرحي عبد المنعم الراشدي، نقول لك صباح الخير.
حيكون معنا بعد قليل حتى يكون معنا ان شاء الله الاستاذ الممثل المسرحي. طبعا الواحد مش بيقول الا الله يرحمها، اكيد متعتنا وضحكتنا وان شاء الله اعمالها اكيد حتبقى عبر مر الاجيال. اي ونتمنى عبير دائما الفنانين والممثلين والمغنيين في ليبيا ما نذكرهم مش بس بعد وفاتهم، نتمنى الاهتمام بهم ودعمهم. كل يوم تكريم صحيح. من وزارة الثقافة والإعلام، هذه هي وظيفة الوزارة، يعني هي تقوم بتكريم الفنانين حتى كأقل تقدير لهم. يعني ما ننسوش أن في شباب الآن مواهب، يعني ممثلين مسرحيين ممكن مثل عبد المنعم الراشدي حيكون معنا بعد قليل، وعديد من الشباب اللي عندهم الموهبة التمثيل بس يبوا الصقل ويبوا الدعم. الدعم زي ما قلت. نعم صحيح يا ربيع. ونستقبله عبر الهاتف الممثل المسرحي. نعم. أها حيكون معنا بعد قليل إن شاء الله. نعم. طبعا التمثيل والفن في ليبيا عبير مهما نحكوا عليه عندنا فنانين رحلوا من هذه الدنيا وتركوا أعمالهم اللي هي فات. اللي تبقى الأعمال. نعم. زي كل إنسان أعماله هي اللي تبقى سواء كان فنان أو مش فنان، بس إن شاء الله نتمنى زي ما قلت نحن يكون لهم ذكرى بتكريمهم بتذكروهم في كل المناسبات، وأكيد هذا أقل شيء يعني. طبعا الفنانة الراحلة أكيد نعيمة أبو زيد قدمت العديد، كان لي لها معها لقاء في العاصمة طرابلس، كانت تمتلك خفة الدم والطبيعة في تصرفاتها والتلقائية. طبعا نستقبل عبير على الاتصال معنا الممثل المسرحي عبد المنعم الراشدي. ألو صباح الخير. صباح الخير جميع المستمعين والمشاهدين قناة 218. صباح الخير أخوي ربيع. صباح الخير أختي شنماركم. تمام صباح الحمد لله. الله يسلمك. الممثل عبد المنعم الراشدي، أول شيء نعز أنفسنا ونعزوك في فقدان هذه الممثلة القديرة نعيمة أبو زيد. أكيد نترحم على روح الممثلة القديرة الراحلة نعيمة أبو زيد، وإن شاء الله ربي يتقبلها برحمته ويجعل مطرها الجنة ويسكنها فسيح جنات إن شاء الله. هي أكيد كانت فنانة قديرة. نعم. هي عادات وأعمال مميزة وخلت رشيف كبير من هذه الأعمال على الساحة الفنية وكمرئي وكمسموع طبعا وكمسرح، وكان لها طابع مميز يمكن شدت الناس والقلوب قد يحضوها الناس كلهم ومشاهدين وخلت مكانها سوا. أمس كانت معنا واليوم في ذمة الله. صحيح عمرها الله يرحمها ويسامحها. الله يرحمها. شن أكثر عمل كان للفنانة الراحلة نعيمة أبو زيد كنت تحب تشوفه او تشاهده؟ يعني مش انا بس كلهم. نعم. كلهم كاملين صار كل الناس كلهم فهمت كذا مسرحية كوشي كوشي اكثر شيء هذه لي اكثر شيء صح صار وصرار والناس كلهم فهمت. نعم. بالممثل عبد المنعم الراشدي بعد بنسالك انت كشاب وممثل مسرحي، هل شايف فعلا انكم انتم كشباب وليكم الموهبه هل تحتاجوا فعلا للصقل والدعم تستمروا في هذا المجال؟ هو الانسان هو اكيد هو ما فيش انسان بيبان طول ولا بينعرف عند الناس طول ولا كذا، ضروري ما في ناس بتوقف اول شيء فهمت علي؟ وباش تحطها وتجهز الشيء هو يبي وقت يبي جهد، والانسان اول شيء تكون عنده موهبته فهمت؟ لما يكون عنده موهبه بعدين يمكن اي حد يقدر يجهز طول. فرص من ناس كبيره كذا، هذه ما فيش انسان طلع جاي طول هيك وطلع، كذا اول شيء بيثقف نفسه اول شيء، هذه كمسرح اول شيء الثقافه قبل ما تكون انك انت ممثل جيد تكون صح. مخرج جيد ولا شيء زي هذا تكون مثقف بعدين هذاك شيء ثاني يرجع لك او ينسى المبادره ابداع بتجتهد للشيء هو فهمت علي؟ نعم. طيب نعم الفنان عبد المنعم الراشدي، انت قلت الثقافه اهم شيء لصقل او تنميه موهبه الفنان. انت حاليا هل نعم انت حاليا هل تدرس الفن ولا عندك نشاطات ثقافية حابب انك انت تطور نفسك من خلالها؟ نعم انا اول شيء اكاديمي في معهد جمال الدين ميلادي وحاليا نوتي في الفترة هي نوتي فيها في مشروع التخرج الداعي في التمثيل وفي الاخراج. نعم موفق ان شاء الله. المسرح انا تمثيل واخراج. نعم وخدمي عدة اعمال من غير نطاق المعهد وموضوع الدراسة اكيد في نشاطات يعني نتبع فرقة مسرح في عدة الراج وفنون المسرح والموسيقى. نعم مين عدة أعمال وحاليا طول أسبوع هوان برضه لعمل بيعرض يوم الأربعاء يوم 2/3 يوم الأربعاء الجاي. نعم
نتمنى لك اكيد كل التوفيق الفنان او الممثل الكوميدي الشاب عبد المنعم الراشدي. اكيد نتمنى لك كل التوفيق. الممثل عبد المنعم، هل لديك كلمه اخيره حاب توجهها لكل الممثلين الشباب او الممثلين العمالقه اكيد في ليبيا؟ اكيد اول شيء انا اكيد بنوجه تحيه لاستاذي، واللي استاذي خلاني نطلع انا المجال هو باش الناس دي تفهمني وتعرفني اكثر، بنوصل مدراتي اللي وقف معنا لحظه بلحظه وما خلاش اي، واكثر شيء يتمنى انه يشوف شباب جديده، ديما جميع اعمالنا تلقى شباب جديده، ليش؟ هذا يخلي في فرصه لنا احنا باش نخدمه. نعم شكرا لك الممثل نعم شكرا لك الممثل المسرحي عبد المنعم الراشدي على دخولك معنا في هذه المداخلة، طبعا تعزية للفنانة الراحلة نعيمة بوزيت، وان شاء الله دائما عبير نسلط الضوء في برنامج الصبع على الفن، ما نسلطوش الفن على يعني الضوء على ناس رحلت من هذه الدنيا ان شاء الله يا ربي. حبينا بس نختم فقرتنا الاولى لليوم بخبر طريف، باع المصور الفوتوغرافي كيفن ابوش صوره التقطها يا ربي لحبه بطاطا بمليون بطاطا وباعها بمليون يورو تقريبا. طبعا رفض المصور الاعلان عن اسم المشتري اللي اشترى الصوره ذات الخلفيه السوداء، اكتفى بالإشارة إلى أنه رجل أعمال أوروبي. وأوضح أكيد المصور الإيرلندي أنه التقط الصورة المسماة ببوتيو في 345 في عام 2010، ويعتبر فيها واحدة من أهم الصور اللي التقطها خلال مسيرته الإبداعية، ويملك في الصورة ثلاث نسخ من الصورة، تبرع بأحدها لأحد متاحف الفنون في صربيا والثانية تم بيعها. طبعا حيكون خبر طريف على الترسية عبيد، خبر طريف ولكن يعطي قيمة للأشياء، مش مفروض تكون كبيرة بس قيمة الأشياء حتى ولو كانت بسيطة، يعني لاحظوا احنا في العالم يعني أوروبا بالذات إن هي تعطي قيمة للأشياء حتى البسيطة ويقدروها ويديروا منها يعني شيء جميل. يعني يعني العجب في هذه الدنيا يا عبير. طبعا موضوع مهم تعتمد عليه أي دولة في بنائها، وإن أردنا للوطن أن يتطور فالتعليم ثم التعليم ثم التعليم. بعد الفاصل مع الأستاذ حسان بن علي. جيت قدم لخطر شاعر ليبيا. للمشاركة في برنامج شاعر ليبيا أرسل السيرة الذاتية على العنوان التالي شاعر@218tv.net. شروط المسابقة: أن يكون المشترك من الجنسية الليبية، العمر من 18 إلى 50 سنة، أن تكون القصائد من الشعر الشعبي فقط، أن تكون القصيدة خالية من التمجيد سواء لأشخاص أو عرق معين أو قبيلة معينة أو مدينة أو جنس، خالية من أي نوع من أنواع التحرير، خالية من المواضيع العقائدية. زوروا موقعنا. تم التوقيع بين إدارة الهلال وقناة الجيش لنقل المباراة حصريا. الأهلي طرابلس يواجه إنزو كيراتوز المالي بالملعب الأولمبي لسوسة التونسية ضمن إياب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا الجمعة حصريا على 218. ضد كل المدة في الاتحاد الرياضي. سمينك النمر الأسود، ايه رأيك؟ عرفت أمي أنها كويس أوي الحمد لله. اللي
إن الأماني والأحلام قد تفوق كل المصاعب التي تعطر الطريق أي دولة ما نحو الاستقرار والأمان، ولكن هذا لا يمنع بأن نضع بعض الرؤى التي قد يكتب لها التطبيق والنجاح يوما ما في العملية التعليمية في ليبيا، وللاستفادة من عنصر الوقت والزمن الذي لا يتوقف أو لا يقف تحت أي وضع. معنا في الاستوديو الأستاذة إحسان بن علي حتى نتكلم عن التعليم في ليبيا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الأمل والتفاؤل. وفي البداية نقول تحية لتحية فخر واحتزاز لكل من ساهم فيها الانتصارات في بنغازي، وهنيئا لهم لبنغازي وأهل بنغازي بالانتصارات الرائعة. إن شاء الله أكيد نهنوا بنغازي ونهنوا كل مدن ليبيا. كل ليبيا يا ربي، إن شاء الله نتمنى أن تكون كل ليبيا تحرر وتستقر وأمن وأمان. أستاذ حسن، حنوصلوا معك الحديث أكيد، لكن خلينا نشوفوا هذا التقرير على طبعا موضوعنا اليوم، التعليم في ليبيا ورجعينا. التعليم نشاط اجتماعي يتطور مع المجتمع، وإن التغيير المطلوب في العملية التعليمية يحتاج الكثير في ليبيا بعد حكم الفرد الواحد. لا جدال بأن التعليم في ليبيا قد عانى الكثير أثناء حكم الاستبداد، مما أنتج مخرجات توصف بالعموم بالقصور، إلا بعض الحالات الاستثنائية ومجهودات شخصية ومبادرات ذاتية من صنع الأفراد أنفسهم، حيث أن المنظومة التعليمية آنذاك ليس في مخططها العملي تنمية البلاد أو تطويرها. افتقر النظام التعليمي في ليبيا إلى العديد من الأمور المهمة في إنجاحه، وهي نوعية النظام التعليمي، توفير الأبحاث التخصصية، تدريب المعلمين، ووصول الإنترنت إلى المدارس. وبالطبع فإن هذا كله سيؤثر على تأهيل الجيل الجديد بكامله. لذا من المهم بأن تضع الجهات المسؤولة استراتيجية للتعليم وللتربية، واستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في أعلى سلم، ومعالجة كل الجوانب المتدنية في المنظومة التعليمية الليبية. سنة 2011 هي السنة الفاصلة في تاريخ ليبيا الحديثة نحو التغيير والديمقراطية والتنمية والتطوير، وإن نقطة النهاية لما وصل إليه التعليم في عهد الاستبداد، ونقطة البداية التي نأملها للعمل المنتظر للمستقبل. وبعد ما شفنا هذا التقرير طبعا على بعض المدارس ومشاكل الطلبة ومشاكل البنية التحتية في المدارس، نصبحوا مرة ثانية على الأستاذ أحسان بن علي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير أستاذ أحسان. طبعا مشكلة التعليم مزمنة وتراكمات كثيرة ولها عدة عوامل حقيقة يصعب سردها بحكم ضيق البرنامج، ولكن احنا حنحكوا فيها باختصار. طبعا التعليم الحقيقة هو في الفترة السابقة كان متدني، ولكن للأسف تدنى الآن أكثر بعد ثورة أو بعد انتفاضة 17 فبراير يعني، وهذا ما عشتنا بحكم عملي. طبعا التعليم أساسا، التعليم الأساسي يعني اللي هو بناء الطفل أو بناء المرحلة الثانية بعد خروج الطفل من البيت للمدرسة، اللي هو في أصقال الطفل، ما هوش أعطاء منهج بس يعني دور المعلم، اختيار المعلم اللي هو يكون معد حسب توافق هالمهنة الشريفة، يعني ما هوش أي شخص يقدر يؤدي هالرسالة هذه، لأن الرسالة صعبة جدا. الاهتمامات، اختيارات الناس اللي هي في التعليم، يعني سبب تدني التعليم أسباب كثيرة. التعليم، إدارة المدرسة، اختيار المعلم، المناهج، الأسرة، يعني هذه كلها أسباب سببت في تدني التعليم. طيب أستاذ أحسان، حابة نسألك بهذا الخصوص، يعني نحن الآن قدام في يعني في مرحلة جديدة في ليبيا وحكومة جديدة، ونأمل أن هي إن شاء الله تكون من أفضل الحكومات خاصة بعد ثورة 17 فبراير. يعني لما نقول أسباب الإخفاقات أو القصور في النظام التعليمي أو في المنظومة التعليمية بشكل عام،
برأيك ما هي أسباب القصور والإخفاقات اللي حضرتك توا كنت تتكلم عليها؟ هي اختيار الناس أو اختيار العناصر الجيدة لبناء التعليم. الناس الكفاءات التربويين لبناء التعليم، ويبدأ هنا من كلية مثلا التربية. يفترض أن يكون في معايير معينة، يجي حتى مثلا يقول لك أنا بيخش كلية التربية، يخشها بأي مجموع خطأ. يعني مفروض تكون في معايير معينة لإعداد معلم، هذه هي البداية، لإعداد المعلم المناسب لإنشاء أو النشأ لجيل جديد. صح. استاذ حسن، نحن كيف ما عفوا بنعقب، تفضلي. كليه التربيه مثلا لازم تكون فيها معايير معينه، مثلا ضروري يكون فيها القبول عشان نعد معلم من التقدير الممتازه، زي ما نطلب مثلا في الطب او في الصيدله او في ما ناخذش اي حد. ايضا انه يكون مميز الطالب في كليه التربيه، التمييز للمعلم، دعم المعلم عشان يقدر يعطي العطاء اللي هو يتوافق مع مع العطاء اللي هو التعليمي، يعني يقدر يعطي على الوجه الأحسن. أستاذ حسان، بعد ما احنا لاحظنا في التقرير الوضع المأساوي في أحد الفصول وحشاكي في الحمامات المدارس والبنية أصلا التحتية للعديد من مدارس ليبيا يعني معروفة، كيف إن جي رغبة للطالب يعني استكمال دراسته في مثل هذا المكان، واصلا حتى المدرس انه يجي في مدرسه مثل هذه ويعطي دروس، وانت عارفه اصلا الوضع في ليبيا من جميع النواحي، وزايده انه يكون الوضع في المدارس كيف؟ طبعا الان الفتره هذه يعني فتره بصراحه الواحد شنو نقول لك، المشاكل هذين او المآسي هذين اللي يعانوا فيهم في التعليم هذه من الفتره السابقه يعني، وزادت تأزمت الان يعني بوجود النازحين، وجود 3 أيام دراسة في الأسبوع بس، يوم لا ويوم 3 أيام أعتقد أنهم يدرسوا الآن. صحيح. فصعب يعني كمنهج وكعطاء وكطالب، يعني الحقيقة أنا وجهة نظري ما فيش استفادة نهائي يعني. مثلا زي الفترة السابقة في بنغازي بالذات، حالة حرب، عدم وجود إمكانيات اللي هي تهيئ للطالب أنه يدرس. التعليم عن بعد مستحيل يقدر الطالب يدرس التعليم عن بعد، هو ما فيش ضي، ما فيش كهرباء، يعني كيف يدرس عن بعد؟ صعب جدا يعني. أيضا البنية التحتية، المدارس، ما فيش صيانات للمدارس، هذا كله يعني. ورغم هذا كله نقول إن في التعليم متدني، لكن أصبح الآن متدني. هو متدني من قبل في وجود مدرسة، في وجود كتاب مدرسي، في وجود موجه، في وجود معلم، في وجود أمانة للتعليم، ما بين الآن كل الأشياء هذه. صحيح. أستاذ أحسان، حتى من الأسباب اللي ذكرتيها بالإضافة إنه هو كثافة الفصل بالطلاب، يعني الفصل المدرسي يبدأ فيه العدد الفوق اللي يعني زايد عن الطاقة، زايد عن الحد. يسبب حتى هو تدني في مستوى التعليمي. طبعاً. بالإضافة إلى يعني بناء مدارس في مناطق غير مأهولة للسكن، تكون مسافة مثلاً باش يوصل الأب أو الأم طفلة للمدرسة. طبعاً. هو الحقيقة الكثافة في في الفصول هذه تسبب مشكلة، لأن التوقيت ما فيش دراسة، المهم أن كل الأمور كلها ما هيش مدروسة يعني. صح. لأن التوقيت 40 دقيقة 35 دقيقة الحصة، لما يكون الفصل فيه 60 طالب أو 55 طفل أو طالب أو، فصعب جدا أن المعلم يقدر فتح. أيضا المعلم، اختيار المعلم، أيضا متابعة الولي الأمر مع الإدارة، إدارة المدرسة، هذه حتى هي مشكلة يعانوا فيها إدارات المدارس. في طلبة ما في أولياء أمور ما فيش متابعة نهائية. صح. تدير اجتماع مثلا أولياء الأمور يجوا يحضروا مثلا 10% ولا 15% ولا ما يجوش يحضروا، ودائما اللي يحضروا هم اولياء امور الطلبه الممتازين او المتفوقين، وهذا بالعكس يعني. ففي اشياء كثيره يعني، اسباب كثيره. نعم. استاذ حسان، انت لك تجربه من قبل طبعا في مدينه بنغازي في مجال التعليم، شنو اهم مثلا الخطابات اللي كنتوا توجهوا فيه لوزاره التعليم في الوقت السابق؟ والله نتمنى يعني نحن نوجه في خطابات، لكن ما فيش ردة فعل. ما فيش طبعا. انا بالنسبه لي تعليم خاص، نحاول اني انا اكون مدرستي مثلا نموذج كويس، عطاء جيد،
اختيار المدرس في المكان المناسب او اختيار التخصص مثلا. نعم. مهم جدا اختيار التخصص بالذات في المرحله الاعداديه. يعني كوادر المدرسين ما يكونوش عشوائي يعني عشوائيا انك ما تجيبليش واحد خريج مثلا اعلام ولا خريجك تعطيه مثلا لغه عربيه، التخصص اللي هو مثلا انجليزي واللغه العربيه ضروري يكون واحد تخصصه، لان هذين اساس المادتين اللي هو الانجليش واللغه العربيه. نعم. فاختيار المعلم المناسب، التواصل مثلا مع ولي الامر مهم جدا. نعم. بالذات في مرحله الاعدادي والثانوي، اهتمامات. ولكن الحقيقه امانه التعليم او وزاره التعليم ما فيش يعني استجابه، ما فيش استجابه، وايضا ما فيش امكانيات. نعم. ما فيش امكانيات. حابه نسالك بس، انت كنت مديره مدرسه، يعني شنو هي اهم الصعوبات اللي واجهتك كمديره في سير عمل المدرسه بالشكل الصحيح؟ انا بالنسبه لي طبعا تعليم خاص مش تعليم عام. نعم. الحقيقه انا كاداره، اولا انا نحشق الاداره. كسب المعلم، كيف تكسب المعلم، كيف تتعاملي مع المعلم أو المعلمة المربي، أيضا كيف تتعاملي مع ولي الأمر. الأخصائي الاجتماعي وجوده في المدرسة مهم جدا. صحيح. رغم أن أنا مع احترامي لزملائي يعني المدارس الخاصة البعض ما يهتموش بالأخصائي، ولكن هو دوره مهم جدا. تكوين العلاقة ما بين إدارة المدرسة شوفي الإدارة هي أساس كل شيء. أكيد. في البيت، في الدولة، نحن ما وصلنا في أي مؤسسة للوضع اللي نحن فيه إلا سوء الإدارة للأسف. فالإدارة هي في الدولة، في البيت، في إدارة المدرسة، في كل شيء، هي أساس كل شيء الإدارة. صحيح. كون في إدارة صح كل الأمور تمشي صح، حتى في بيتك. نعم. لما يكون المسؤول الإداري إدارته جيدة تمشي كل الأمور كويسة. أستاذ أحسان، تغيير المناهج وتأثيرها على أداء الطالب في الدراسة. طبعا مثلا لما تجي تشوف طبعا المنهج هذا السنغافوري اللي هو جاء، طبعا انا كنت المرحله هذه ما كانش عندي ابتدائي، بس طبعا شفته وطلعت عليه. هذا طبعا سبب مشكله بالنسبه لاولياء الامور، وبالنسبه هو مش للطالب، هو كمنهج ممتاز. بس تغيير المنهج فجاه سببت مشاكل لأولياء الأمور. نعم. وإرباك، وفي بعض أولياء الأمور الأمهات بالذات اللي يتابع. طبعا أنتوا عادة أنتوا عارفين الأم هي اللي دائما تتابع الطفل في السن هذه، فما عندهاش خلفية، وفي منهم من تعليمها مثلا مستوى التعليم بتاعها بسيط، فواجهت صعوبات الحقيقة من خلال دراستنا لهذا الموضوع. لكن هو كمنهج الحقيقة رائع يعني وجيد، ولكن تغييره ما كانش في الوقت المناسب، يعني ما كانش حتى في دورات للمدرس. نعم. نفسه يعني ما داروش دورات مثلا تأهيليه او دورات عدوا المدرس لهالمنهج هذا الجديد. لكن المناهج طبعا هي اكثر حاجه، تغيير المناهج طبعا، في مناهج تغيرت حتى بعد 17 فبراير، تغيرت بطريقه عشوائيه نعم. طيب استاذ احسان، طبعا نعرف احنا النظام التعليمي في ليبيا عانى طيلة حكم القذافي القصور والكثير من المشاكل اللي ما ساهمتش في تطور الطالب ثقافيا واجتماعيا وحتى في تنمية الموارد البشرية زي ما نقوله، إلى جانب إخفال جانب مهم جدا اللي هو تدريب المعلمين. ربما هذا يساعد في يعني إعطاء طاقة أكثر ونجاح أكثر للمعلم وإعطاء أكثر. تدريب المعلمين يعني كدورات مثلا؟ نعم نعم. تدريب المعلمين بصراحة أنا حكيت لك في بداية الحلقة أن التدني اللي لاحظت الآن أنا زاد للأسوأ الآن، يعني صحيح. صار مستوى التعليم تدنى أكثر من الأول، يعني زي ما قلت لك كان في وجود مقعد ووجود مدرس ووجود موجه ووجود الآن كل الأشياء هذه يعني تلغيت ثلاث أيام من خلال تجربة ما تقدرش تعطي منهج أو حقيقة. صح. يعني خاصة في المراحل الإعدادية والمراحل يعني في المرحلة الأساسية يفترض أن دعم المعلم، لأن هذه هي الأساس اللي هي يطلع منها الطفل من البيت للمرحلة الثانية اللي هي المدرسة. هذه هي أساس، كأنك تبي تبني بيت. المرحلة الأساسية اللي هي المرحلة الابتدائية هي أساس التعليم. نعم. ولقوله تعالى واقرأ باسم ربك، يعني هذه هي المرحلة اللي هي يتعلم فيها. نعم. التعليم والتعلم القراءة والكتابة. صحيح. فهذه مهمة جدا، دعم المعلم فيها، دورات للمعلم التدريبية
وزي ما قلت لك التركيز على كلية التربية لازم يكون فيه مميزات بصراحة، لازم يكون مميز المعلم، دعم المعلم من جميع، المعلم مش مدعوم الحقيقة يعني من جميع النواحي، من مرتبة، من درجة، من كل شيء يعني. فيه مدرسين يعانوا، يجي يعني في المدرسة ويعاني، ما عندهش حتى سيارة يعني، صعب المدرس يعاني في ليبيا الحقيقة. نعم أستاذ حسان، بعد بنحكوا عن المدارس العامة. أولا المدارس العامة كيف ما نشوفه في تدني واضح في البنية التحتية، في الفصول، في التعليم، في الكوادر أيضا المدرسين، إنما المدارس الخاصة دائما يكون لها مميزات أكثر، صحيح، ويكون عندها مثلا يطلبوا فيه فلوس على الطالب مرات، هذا ما يكونش عندهم القدرة أنهم يدفعوا في هذه المدرسة الخاصة. ليش ما يكونش في مستوى التعليم العام والتعليم الخاص نفس الشيء؟ والله الحقيقة عشان نحن ما نظلمش يعني المدارس العامة، فيه كثير من المدارس العامة الحقيقة مدارس نموذجية، عشان الواحد ما يكونش متحيز. نعم. لكن القلة القليلة مدارس، وهذه ترجع لإدارة المدرسة. نعم. ترجع ولكن المناهج هي واحدة، راح ممكن المدارس الخاصة تزيد مثلا اللغة، تكثف اللغة الإنجليزية في المراحل الابتدائية، تزيد مثلا لغة ثانية، وقليل من المدارس اللي هي، وما يقدرش طبعا بحكم الوضع المادي في ليبيا. نعم. في مدارس في ليبيا. نعم. أخيرا يعني في السنوات الأخيرة الرسوم بالدولار يعني، ومش كل الليبيين تقدر. أيضا إن في بعض الليبيين يتجهوا للمدارس البريتش سكول والمدارس الإنجليزية، بس الناس يعني. بس الليبيين ما يقدروش. لكن التعليم العام في بعض المدارس المنهج واحد كتعليم عام وخاص بصفة عامة واحد يعني، لكن التكلفة المالية مش واحدة. لا طبعا مش واحدة، الاهتمامات ممكن فيها من أنا نحكي كتجربة يعني، بالنسبة لي في التجربة الإعدادية والثانوية اختيار مدرس المادة، وهذا مهم جدا، تخصص يعني حقيقة. أستاذ حسان لضيق الوقت فقط آخر سؤال، الآن احنا في مرحلة جديدة، نبو تعليم كويس لأطفالنا، نبو مدارس كويسة مجهزة بكامل التجهيزات على أعلى مستوى، ليش لا؟ شو نحب تقولي في هذا الخصوص؟ والله نقول إن لوزارة التعليم، والله وزارة التعليم إن شاء الله في الحكومة التوافقية الجديدة إن شاء الله ربي يسخر فيها، إن هو اختيار وضع معايير للمعلم، لأن المعلم هو أساس الدولة. نعم. المعلم هو العمود، التعليم هو أساس العمود. هو العمود الفقري للدولة. صح. دولة فيها تعليم وفيها معلم يعد إعداد يتناسب مع هالمهنة الشريفة النبيلة، فهو حتكون المسيرة ماشية في تقدم ودعم للمعلم. نعم. أهم شيء دعم المعلم واختيار ووضع معايير زي ما قلت لك لكلية التربية والكليات الأخرى، لازم يكون في تقدير ممتازة، ولازم يكون صح. تميز يعني. مثلا في مثال بسيط، مرة كان في استشارة مريت عليها. نعم. مستشارة ألمانية في ألمانيا، فاحتجوا بعض الأطباء والقطاعات الأخرى على مرتباتهم، فقالت لهم ما نقدرش نسويكم بمرتب الذي علمكم مثلا بالمعلم. صح. شوف التميز يعني، المعلم لازم يكون مميز، وهذا ما يدفع المعلم للعطاء الأحسن. ومن التميز إن شاء الله يكون تعليمنا يا عبير أستاذ حسان متميزة في المرحلة القادمة إن شاء الله. شكرا لك، وإن شاء الله تكون رسالتك وصلت للجهات المسؤولة. أستاذ حسان شكرا. شكرا لك. ألم الظهر هي أحد المشاكل الطبية والأكثر شيوعا، وتصيب معظم الناس مرة واحدة على الأقل في حياتهم، سواء كان في المنزل أو في العمل أو حتى في تجولك في الشارع. بعد الفاصل حيكون معنا هذا الموضوع، طبعا يمكنكم مشاهدة برنامجنا صبح على صبح @218tv.net، وبرامج ومتابعة كل برامجنا على صفحتنا 218tv. عبير فاصل ورجعي. تعتبر ألام الظهر والعمود الفقري أكثر الأمراض انتشارا في العالم، وتوصف بأنها السهلة
الممتنعة، ولا تقتصر فقط على فئة اجتماعية معينة بل تصيب كل الناس دون استثناء، وأصبح يطلق عليها مرض العصر. معنا في الاستوديو الدكتور حاتم فلاح الرواجدة، جراحة عظام ومفاصل. صباح الخيرات. أهلا. صباح النور. أهلا. صباح الخير دكتور حاتم. أهلا، شرفتموني. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. أنا سعيد باللقاء معك دكتور. أول ما نتكلم عن ألام الظهر، زي ما قلت في المقدمة، ليش يعتبر يعني مرض العصر؟ طبعا الآلام الظهر أصبحت يعني الآن منتشرة كثيرا على مستوى العالم لأسباب عديدة. السبب الأول هو التغيير التكويني للجسم، الجسم الإنسان. نعم. يعني في طبيعة الجلوس، في طبيعة النوم، في طبيعة العمل، في طبيعة الإرهاق النفسي والإرهاق الاجتماعي اللي بصير كثير. ثم أظن أنه الأسباب التغذية وما شابه إلى ذلك. طبعا الآن الطب كونه تطور كثير، صار الإنسان يعني مجرد ما يجي أي آلام بده يروح لطبيب ويراجع طبيب، صار انتشر هذه الأمراض بسرعة أكثر من السابقة أعتقد في الوقت الحاضر. نعم. دكتور حاتم، بعد ما تحدثوا على ألم الظهر بنحكوا على المنطقة السفلية في الظهر، وخاصة بعد يكون فيه غضروف أو الديسك ما يسموا فيه، عند الكبار وعند الصغار، شنو أسبابه؟ طبعا أسباب الآلام يعني في أسفل الظهر تحديدا وكذلك في الرقبة، يكون أولا يا أما يعني أشياء تخص العضلات أو أشياء تخص العمود الفقري نفسه. التي تخص العضلات هي عبارة عن شد في العضل، وأحيانا عندما تكرر العضلة في الشد يتحول إلى التهاب في العضلة ثم إلى تليفات وبعض الشعيرات العضلية. وهذا يؤدي إلى آلام متكررة ومزمنة، هذا بالنسبة للعضلات. أما بالنسبة للعمود الفقري فتركيبه يكون معقدا أكثر. الآلام الظهرية أما تكون بسبب انزلاقات غضروفية أو بسبب التهابات حصلت في النخاع الشوكي أو في الفقرات، لكن أكثرها هي الناتجة عن الانزلاق الغضروفي. طيب دكتور، لماذا الموظفين ديما اللي عملهم مرتبط أو معتمد على الجلوس ديما يشتكوا من آلام الظهر يعني؟ طبعا السبب هو طبيعة الجلوس. نعم. الإنسان عندما يجلس حتى في يعني في الكراسي والكنبايات والصوفات الحديثة فهي غير صحية أبدا، لأن الإنسان يغير من التكوين التشريحي الذي خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى لبني الإنسان. الإنسان عادة عندما يقف مستقيما، وعندما يجلس يجب أن يجلس في زاوية قائمة، لكن الكنبايات والكراسي وحتى الكراسي السيارات الإنسان يجلس بطريقة غير طبيعية. زد إلى ذلك في الأيام هذه وجود الكمبيوتر وخاصة اللابتوب، فكثير من الناس يستخدمون انحناء، وهذا يغير من الطبيعية التشريحية التكوينية للعمود الفقري. صحيح. وكثير من المرضى أنا حقيقة أنا أعالجهم فقط في إرشاد المريض في طريقة الجلوس الطبيعية، بحيث أنه يبقي ظهره دائما 90 درجة لا إلى الأمام ولا إلى الخلف. نعم. دكتور حاتم، بعد أن تحدثوا على الأطفال، هل يصيب الغضروف أو الديسك للأطفال؟ هو اللي بيصيب الأطفال أكثر شيء شد العضلي. يعني قليل جدا، نادر جدا أن الغضروف أنه يصبح انزلاق غضروفي مثلا عند الأطفال. لكن هو أكثر شيء في الشباب وفي الكبار. نعم. لكن ربما يحدث يعني. ربما. طيب دكتور، في النوم يعني خلال النوم ربما أحيانا لما نستيقظ الصبح نعانوا من ألام في الرقبة والكتف، يعني شنو هي الوضعية الصحيحة للنوم؟ طيب هي النوم جزء من يعني جزء سبب من الأسباب، لكن هي ألامها تكون متراكمة خلال النهار. في طبيعة الجلوس وفي طبيعة العمل. الأفضل شيء في خلال النوم أن الإنسان ينام على فرشة عادية. يعني طبعا صار يحكوا كثير عن الفرشات الإسفنجية أو المضغوطة أو الممتلئة. نعم. لكن أنا أعتقد هي أفضل شيء هي الفرشة العادية. نعم. والمخدة
تكون لا عالية ولا واطية، وسط وسط مريح، يعني يحس براحة. والنوم على الجنب طبعا وخاصة الجنب الأيمن هي أفضل طريقة للنوم. نعم، بنتحدث على فوائد الإبر اللي تضرب في العمود الفقري لتخفيف ألم الظهر. طبعا في منها نوعين من الأبر، في نوع من الأبر التي تضرب في داخل منطقة حوالي النخاع الشوكي ومنطقة الديسك لإزالة التليفات المتراكمة حول النخاع الشوكي وحول مخرج الأعصاب. هذه اللي هي طبعا أبر معظمها هي أبر كورتيزون. أيوه. لكن الأبر الثانية هي الأبر العضلية التي تعطى للألام المزمنة في مناطق متليفة محددة من العضلات الموجودة في حوالي العمود الفقري. دكتور، إذا دامت ألام الظهر هل تسبب نوعا ما مشكلة في صحة الإنسان أو تسبب له عجز ما؟ لا، هي الألام الظهر بحد ذاته عبارة عن، يعني إذا كانت لا تصيب النخاع الشوكي أو لا تصيب لا تكون مؤدية إلى انزلاق غضروفي، فعادة هذه غير ظهرة، يعني فقط مشكلتها أن الآلام تكون متكررة ومزمنة. لكن إذا كانت الآلام ناتجة عن انزلاق غضروفي أو التهابات في العمود الفقري، طبعا إذا لم تعالج فنتائجها ليست بمريحة. هو بصراحة الكل والله يعاني من ألام الظهر، يعني كل يشتكي. نعم، يعني هو مختصرا، يعني لو نحدد يعني سببين ألام الظهر، الأكثر شيء يعني حوالي 90 أو 95% من ألام الظهر ليست هي انزلاقات غضروفية، هي ألام عضلات ناتجة عن العوامل اللي ذكرناها، طبيعة الجلوس وطبيعة الغذاء وطبيعة اللياقة البدنية، لأن الناس فقط من النوم إلى العمل إلى الكراسي إلى اللابتوب إلى ثم فهذه عبارة عن حلقة ضيقة مزعجة لعضلات الظهر. يعني نفهم منك دكتور حاتم أن حتى السمنة المفرطة لها سبب. طبعا إلى سبب. أيوة. والثاني اللي هي ناتجة عن انزلاقات الغضروفية. انزلاقات الغضروفية هي أمراض يعني بإرادة رب العالمين، لكن النشاطات غير الاعتيادية غير الصحيحة ربما تزيد من احتمال وهذا الانزلاقات. فالانزلاقات الغضروفية هذه اللي هي تقريبا حوالي 5 إلى 10% من ألام الظهر، علاجها في البداية يكون تحفظي ثم يكون جراحي. أنا بس بدي أوصف أنه كيف بكون الانزلاق الغضروفي، هذه الفقرات القطنية، هذه العجزية، هذه الفقرات الاتصال بينها عبارة عن ديسكات بين كل فقرة وفقرة. انزلاق الغضروفي هو هذه منطقة الغضروف، بعد يصير في احتكاك. لا هو من بسبب ما بضغط أو إلى آخره. تخرج المادة الموجودة، لأن في مادة جيلاتينية داخل الديسك تخرج من منطقة معينة في الديسك وعادة تأتي إلى المنطقة الأمامية وتضغط على العصب. هذه العصب هي التي تروي الأطراف السفلية، لذلك دائما نقول مرآة الظهر هي الأرجل، فالآلام تكون بالأرجل لكن بكون هو سبب للضغط، أو تضغط على النخاع الشوكي نفسه من جوه. فهذه هي الانزلاق الغضروفي. دكتور، لما نتكلم عن المرأة وطبيعة تكوين المرأة، يعني المرأة اليوم مش بس في البيت تعمل وتمشي السوبر ماركت تجيب أغراض وترفع فيها أشياء يعني ثقيلة، وأحيانا حتى طفلها مرات يعني على طول وهي شايلاها، يعني شو يسبب لها من ألام في المستقبل يعني؟ طبعا هم معظم الانزلاقات والألام ظهرت تصيب النساء. لأسباب كثيرة، الأسباب الفسيولوجية وطريق الحمل وإلى آخره، والأسباب التكوينية في الأربطة وفي العضلات. عادة تكون عضلات وأربطها أقل قوة من عضلات الرجل. أيوه. ثم طبيعة الجلوس خاصة في البيوت. دكتور حاتم، متى يلجأ المرأة أو الرجل للعملية الجراحية؟ العملية الجراحية للعمود الانزلاق الغضروفي تكون يا إما بوجود انزلاق غضروفي يضغط على الأعصاب ويضغط على النخاع الشوكي، أو أنه يوجد تذيب، يعني تليفات عادة مع الانزلاق، وهي قضية معقدة كيف بصير الانزلاق غضروفي وكيف أنه بصير تليفات حول النخاع الشوكي. في القناة العصبية تكون ضيقة جدا،
وهذا يؤدي إلى آلام مبرحة ومتكررة ومزعجة. فالعمليات الجراحية تكون يا أما فتح هذا المنطقة يعني الحديث هي فتحة صغيرة من هنا ندخل على المنطقة الديسك ونزيل الديسك. نعم. لكن إذا كان في هناك أكثر من مستوى من الديسك أو كان في تليفات أو احتكاك بالفقرات فهذا يؤدي إلى إزالة المنطقة هذه كلها الضغط ثم تثبيت بواسطة أسياخ يعني ناجحة بتكون العملية أو العمليات عادة نجاحها فوق 90%. كويس أنا كويس صح دكتور. لماذا يعرف تعرف ألام الظهر بالسهلة ممتنة؟ يعني لأنه معظمها هي عبارة عن شد عضلي يعني التهابات في العضلات ملازمة لطبيعة الجلوس أو فالإنسان إذا أخذ العناية الصحيحة ومن لدن أطباء يعني جيدين يتشافى. ولأنه قليل من العمليات ليش ممتنعة؟ لأنه عمليات إذا لم تعمل في الوقت المناسب ربما تكون عمليات كبيرة لكن غير يعني خطيرة. مش خطيرة يعني. لا أبدا مش خطيرة. في السابق كان الناس والحد لأن يخافوا كيف بدك تفتح العمود الفقري. لا الآن أصبحت التكنولوجيا مزدهرة جدا وأصبحت عمليات من أبسط عمليات جراحة العظام الآن هي عمليات الديسك. نعم دكتور حاتم بعد من تحثوا على بعض الناس اللي تشتكي من ألم الظهر ويلتجئوا مثلا للأطفال أو للمساج يقول لهم يعني أركبوا فوق ظهري باش تريح شوي من الألم أو يلتجئ للمساج للتخفيف من هذا الألم. طبعا هو يعني بمعنى آخر العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي يعني يفيد في أولا إذا كان في الشد العضلي بالمساجات من أجل إرخاء العضلات المتألمة أو الملتهبة وتحريك الدورة الدموية فيه أو تقوية العضلة عندما أي عضلة عندما تقوى والدورة الدموية تسير فيها بطريقة ممتازة الآلام بتخف. أيوة. ثم بعد ذلك بعض أنواع العلاج الطبيعي ربما تحسن من أنواع الديسك البسيطة اللي هي غير منبعجة المنبعجة والتي لا تصل إلى حد الفتق. نعم شكرا لك طبعا كل الشكر دكتور حاتم رواجدة على كل المعلومات اللي أكيد استفدنا بها وزي ما قلت أهم شيء الوضعية الصحيحة للجلوس. نعم يعني 90 درجة. 90 درجة. 90 درجة. شكرا سيارة في البيت في المكتب. نعم شكرا لك شكرا. دكتور حاتم الرواجدة على هذه المعلومات القيمة إن شاء الله حتكون معنا في حلقات قادمة يحكوا بيتوسع على عديد من الأمراض تخص العظام والمفاصل الأكبر والأصغر والأكثر والأقل بعد الفاصل ويمكنكم متابعة طبعا برنامج الصباح على بريدنا الإلكتروني صباح@218tv.net ومتابعة كل برامجنا على التويتر الإنستغرام والفيسبوك والتليجرام. فاصل ورجعنا. موقع 218 ديما يهتم بالمواضيع الخفيفة واللي فيه فائدة للناس وأكيد يقدم معلومة جديدة يا ربيع. اليوم اخترنا طبعا موضوع خفيف اللي هو عن أغرب مناطق في العالم. طبعا المكان الأكثر تصوير في الولايات المتحدة يا عبير اللي هو مبنى جوجنهايم في نيويورك. طبعا والأكثر رطوبة وليس غابات الأمازون. موسم نيرام اللي هو كان في اللي هو في الهند ومعدل الأمطار اللي هو 10 مليمتر في العام وهو أكثر من أي غابة. وأكثر المناطق جفافا على سطح الأرض هي صحراء أتاكاما في أمريكا الجنوبية حيث سجلت صحراء أتاكاما الأكثر جفافا في العالم ويسقط فيها نحو 10 سنتيمتر من المطر كل 100 عام. من الجفاف يا ربيع وما فيش حد أكيد يحب الجفاف إلى أغلى مدينة في العالم اللي هي سنغافورة اللي هي تفوقت في 2014 على طوكيو خاصة في أسعار السيارات ربيع اللي هي زي مثلا سيارات البوريوش وسيارة تويوتا اللي كان طبعا ثمنها 150,000 دولار يعني. وأكثر مدينة تسطع فيها الشمس ويدوم فيها السطوع نحو 11 ساعة يوميا هي أرازالون في الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد الشمس حلوة وتعطيك الدفء. أكيد.
نمشوا لبلاد تانية وهي البلد الأوفر طعاما مقارنة بدخل الولايات المتحدة، فيستهلك الفرد الأمريكي معدل 3370 كالوري في اليوم، وفيها أكبر نسبة بدانة في الولايات المتحدة. لاحظوا صح ان في امريكا ان عندهم نسبة البدانة كثيرة لانهم يتناولوا ممكن الوجبات خفيفة بكثرة، طبعا مليانة بالسعرات الحرارية المرتفعة. نعم. والدهون يا عبير، ومن دهون الى اقدم مدينة في العالم دمشق، توجد فيها معالم حضارة تمتد اكثر من 11000 سنة. طبعا يا عبير مدينة دمشق أكيد تاريخ وحضارة كبيرة. أحداث أو أحدث بلدان العالم اللي هي المدينة أكثر استقبالاً للزائرين اللي هي لندن، ونفست طبعاً اللي هي مدينة بانكوك يعني بمدينة لندن، ويزورها نحو 18.69 مليون في السنة، وأكيد السياح يجيبوا لها في دخل كبير يقدر ب 19.3 مليار دولار. وطبعا السكان الأطول عمر إمارة موناكو فيها أطول معدل أعمار في العالم، بلغ متوسط عمر الرجال 85 عاما والنساء 89 عاما. البلد الأكثر استخداما للدراجات في العالم هي هولندا، نحو 50% يا ربيع يستخدموا في الدراجات الهوائية للتنقل يوميا، بدل من السيارات والمايكروباص والحاجات هذه يستخدموا في الدراجات، يعني أحلى شيء يعني أكيد. والبلد أكثر اضطرابا ومشاكل في العالم نيجيريا، بسبب ظروف الحياة الصعبة وارتفاع نسبة الموت وانخفاض معدل الدخل رغم موارد البلاد الهائلة والفساد ضعف التعليم يا عبير. طبعا انت تكلمت على البلد الاطول عمرا، اما بالنسبه للسكان الاقصر عمرا اللي هم سيرا في ليون، بلغ متوسط اعمار السكان 47 ويلعب الفقر دور رئيسي في هذا الموضوع. طبعا هذا كان موضوعنا الخفيف من صفحة قناة 218 يا عبير، وبنحكوا حكينا على أقصر وأطول وأكبر هذه الدول يا عبير، بنحكوا أكيد طبعا على عديد مدن ليبيا أكيد في الحلقة القادمة. خلينا عبير ناخذ فاصل وراجعين في الصباح. فنان ليبي خامة صوتية مميزة، أول مسيرته كانت سنة 2000، اعتمد كمطرب وقدم العديد من الأغاني منها الوطنية والعاطفية، وثم اتجه إلى التمثيل، ومن خلالها جعل حبه للغناء والتمثيل الذي يجعل له اسما وبصمة في الساحة الفنية الليبية. حيكون معنا بعد قليل إن شاء الله كنترول ليحصلوا الفنان القدير الليبي رافع العكوكي يا عبير. الفنان الشاب رافع العكوكي من المواهب أو من الفنانين الليبية الشابة اللي ظهرت على الساحة الليبية زي ما قلت أنت، بدايتها كانت سنة 2000، وكان أكثر وظهر أكثر خاصة بعد ثورة 17 فبراير، كان لي العديد من الأغاني. طبعا اعتمد سنة 2000 كمطرب وبدأ مسيرته الفنية، قدم العديد من الأغاني الوطنية والأغاني العاطفية عبير، وبعدين اتجه للتمثيل واشترك مع العديد من الممثلين منهم مع ميلود العمروني والعديد من الممثلين الكوميديين. نعم ربيع والله يحيي، كل يوم نكتشف في فنانين ليبيين جدد، يعني أنا ممكن ما نعرفش كل ما نعرفهمش كلهم، بس كل يوم بصراحة أكتشف أن في فنانين على الساحة الليبية وكلهم شباب، وهي في فنانين ليبيين حتى من قبل يحتاجوا فعلا بس تسليط الضوء ودور الإعلام عليهم يطلعون بشكل يليق بهم ويليق بمسيرتهم الفنية. بنتحدثوا على التمثيل يا عبير، فيه مثلا المغني يتجه للتمثيل. أنت تقبلي فيه الموضوع هذا؟ أكيد لما تكون الموهبة موجودة عنده سواء كان في الغناء أو التمثيل وطريقة الجمع حلوة بيناتهم يعني. نعم، وخاصة الفنان رافع خش للنمط الكوميدي.
مثلا الكوميديا يعني عندها روح حلوه، روح مرحه في التمثيل، وعندها القاء حلو، والنكته متاعها توصل على طول. نستقبلها عبر الهاتف الفنان رافع العكوكي. نستقبله عبر الهاتف الفنان الشاب رافع العكوكي. صباح الخير. صباح النور، ان شاء الله نهارك مبروك. ان شاء الله نهارك مبارك. اهلا وسهلا بك في برنامج الصباح. ان شاء الله يا ربي صباحكم عسل. صباح الخير الفنان رافع. الله يخليك. الله يخليك يا ربي. ايش اخبارك؟ الامور طيبه ان شاء الله؟ طمنونا عليك انت ان شاء الله. الحمد لله. الله يسلمك. انتصارات رب العالمين ان شاء الله. الله يسلمك. اولا الفنان رافع، احكي لنا، انت بدايتك كانت في سنه 2000 واعتمدت كمطرب وقدمت العديد من الأغاني العاطفية والوطنية، بعدين اتجهت للتمثيل. كيف صارك دمج التمثيل بالغناء؟ والله أنت عارف أن البداية أساساً مش من 2000، يعني قبل 2000، لكن الاعتماد الرسمي في الإذاعة هو من 2000. وانخراط المجال التمثيل عن طريق الموهبة يعني، فالحمد لله. أنت عارف جميع الفنانين عندهم يمسكوا هذه الموهبة، يعني تشوف حتى من التصوير الأعمال تشوف أنت في الفنان دائما يجسد في الشخصية الثانية. والحمد لله استمر المجال وفي قبول من الناس يعني. فنان رافع، عندك أغنية بعنوان يا سمح، شو رأيك نسمعوها ونرجع؟ خليك معنا. يا ريت والله. ماشي. أنت الهوى والنسمة والدم جوا قلوبنا، يا فرحنا والبسمة يا نور ضوى دروبنا. انت الهوى والنسمة والدم جوا قلوبنا، يا فرحنا والبسمة يا نور ضوى دروبنا. ورود الغلا نهديك وندعي بصلاتي ليك، ورود الغلا نهديك وندعي بصلاتي ليك. الله يحفظك ويصونك، الله يحفظك ويصونك. وفي مضمونك ترخص الروح تهولش لعيونك. العمر في سباك عندي رخيص الصوم، ما دنيتي لولا ما نعيش فيها يوم. من العمر في سباك عندي رخيص الصوم، ما دنيتي لولا ما نعيش فيها يوم. انت ربيع العمر تأمر علي أمر، انت ربيع العمر تأمر علي أمر. تدلل علي مجنونك، تدلل علي مجنونك. يا سمح في وصلك وفي مضمونك ترخص الروح تهون لجل عيونك. كنا مع أغنية يا سمح، ونرجع للفنان رافع العكوكي. صباح الخير مرة جديدة. يا صباح الورد والفل ان شاء الله. اهلا وسهلا بك الفنان رافع. احكي لنا على اغنيه يا سمح. والله يا سمح تعتبر من سمير ثوره 17 فبراير، هي ما بعد الثوره يعني تنفذ العمل وصور، وكانت من انتاج وزاره الثقافه طرابلس، وتعامل كان جديد مع الفنان محمد التميمي من المنطقة الغربية، واللحن الحاني والتنفيذ والتوزيع الفنان ياسر نجم، واخراج المخرج محمد ياسر نجم. والحمد لله العمل نال اقبال الناس وقالب اجتماعي جديد. ف كذا شفتي انت العمل ايش رايك عاد؟ نعم. الفنان رافع، انت قدمت العديد من الاغاني الوطنيه، ممكن باش نكونوا طماعين تسمعنا حاجه على الهواء كي عبر برنامج الصباح؟ والربيع ما تحرجني شلك، انا ملياش كيف واعي وانت عارف الموضوع الصبح يعني شويه كيف تغير. لكن والله بالنسبه للاعمال الوطنيه اليوم ان شاء الله اليوم حيصدر البوم في الاصوات ويضمن ست اعمال جديده وطنيه، وفي ان شاء الله ست اعمال عاطفيه. وفي وطنيه، في وطني واجد، وفي مسلسل ايضا الناس احنا اللي حتوقع في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله.
نعم، فانا رافع رغم نجاحك البارز في الغناء لكن اتجهت للتمثيل. نعم نعم، والله التمثيل هو حب التمثيل من الصغر، ولكن اتاحت الفرصة ما بعد الغناء وما بعد الألفين، لكن الحمد لله يعني هدراز بي ثلاثة وكيخ كيخ وكافي بدراع ومديروا حل ثلاث أجزاء وفيلم ميديمة شاينا، والحمد لله يعني في إقبال من الناس، والشخصية دائما اللي نجسد فيها أكثر من شخصية ومحبوبة عند الناس، فليش لا يعني الشخص يجسد. هو يقول لك صعب الحرفتين كذاب، ولكن نحن برضه في مجال الفن وما زلنا نخطط في مجال الفن، وعند الناس الحمد لله يعني في إقبال. نعم، الفنان رافع مسلسل نازح نازح، شنو الرسالة اللي من خلالها حابين توصلوها؟ والله حابين نوصلوا للحكومة أن يلتفتوا للمواطن ويشوفوا أحواله ويشوفوا الظروف اللي هو فيها والأزمة اللي مرت علينا، ونزوح الناس المدارس والعمل كله يحكي على نزوح الناس اللي في المدارس، يعني كيف يعانوا المشاكل وكيف الأمور اللي تجري من خلف الكواليس، وهذه قضية ضروري يعالجها الفنان ويعالجها المجتمع. نعم، هل لديك أعمال أخرى موجهة للحكومة غير نازح نازح؟ والله بإذن الله، أنا سواء بمجال التمثيل أو بمجال الغناء، ودائما شريحة الفنان هي التي توصل بسرعة وتوصل للمسؤول. صحيح. وتوصل للمواطن. فدائما المسؤول يكون ملتفت لهذه الشرائح ويأخذ باله منها جدا، مش حتى ما يشوهش كصورتك قدام المواطن يعني. نعم. الفنان رافع، شنو شايف دور الفن والغناء الآن في هذه المرحلة اللي تمر بها ليبيا؟ والله هو ضعيف ولكن ناجح عند الشارع، يعني أنا في استمرارتي مع الناس في الشارع دائما يقول تحفونا وتزيدونا وانتم بترفعوا في معنوياتنا وانتم اللي بتغيروا لنا في جونا مع كل المصاعب اللي في الحياه، ولكن هو ضعيف جدا، وكان الفتره الماضيه في شويه دعم من الوزاره الجديده للثقافه اللي كانت في البيضه، ولكن يعني فيها شويه ضعف، لكن مع ذلك الفنان ما يصبرش قدام اي عراقيل يعني، فدائما نجاحه مستمر. زي ما قلت نجاح الفنان مستمر، والأهم من هذا إنه لم يكون إقبال الموجود من المواطن وفي الشارع أهم حافز يعني، بس شن هي النقاط اللي تغلب هذا الضعف خاصة الفن الليبي يعني؟ والله هن العديد من النقاط، ولكن أولها الإصرار، إصرار والتمسك في الرسالة الصادقة اللي توصل للمجتمع وتوصل ايضا للمجتمع العربي او المجتمع المحلي او للشارع او للمواطن. نحن نخاطب في الطبقه الفقيره والطبقه الوسطى والطبقه الراقيه والمسؤول وما وراء المسؤول وما خلف المسؤول، لكن دائما الفنان ما يشوفش ان في قدامه نقاط يصعب عليه، دائما يشوف النقاط اللي ينجحنا ويخلنا يستمر في هذا المجال يعني. مش نوصل للناس بصورة صحيحة ونوصل الموضوع. صحيح. بشكل جدي وسليم. أنا دائما الناس يقولوا وين أعمال اللي يعني معلش في اللفظ، نبو حاجة على السراقين، نبو حاجة على الخوانة، نبو حاجة للجيش، ندعم الجيش، الشرطة، جميع الدوائر الحكومية في البلاد. فأنا في يدنا رسالة كيف ما في يد المسؤول رسالة، فضروري نوصلها بصدق. نعم. الفنان رافع، شنو أهم أغنية قدمتها لليبيا، قدمتها للوطن؟ والله شوف أنا عندي المفروض أن الألبوم اللي يصدر اليوم فيه 11 عمل جديد، فقلنا نجلسون ما بين جلسية تنزل سوا وجلسية تنزل بعدين، ولكن دائما أعمالي كيف فرعنا يعني دائما العمل زي طفلك بالضبط كأنك أنت تنشف فيه يعني، فهذا إنجاز ضروري الشخص يحترمه، العمل سواء كان رفيع أو كان جميل، لكن شكر رجال على الجمر يمشوا حافينا يعني وأخذ الصدارة بالدرجة الأولى،
وايام التحرير هذين نعم يا حفتر قول جهاد ايضا عندها صدى كبير كبير عند الناس. شهيد الوطن الشهيد سالم النايدي بشهير بعفريت ايضا في العديد من الاعمال للشهداء وتقوم في مجهود ان شاء الله حتكون اليومين الجايات في التلفزيون بمشاركه الفنان خالد الحوتي تحكي على جميع مناطق بنغازي والناس اللي ساندت الجيش وساندت الدوائر الحكوميه ما نفسوش الشباب وما نفسوش المناطق اللي ساندن وان شاء الله ربي النجاح والاستمرار اللي باقي ليبيا ان شاء الله ان شاء الله. الفنان رفع احيانا يعني الانسان يشعر بخيبه امل خاصه لما ما يلقاش الدعم والتشجيع، هل شعرت بخيبه امل في يوم من الايام في المجال الفني؟ والله هي دائما تورد ولكن حب الاستمرار هو اللي يبعدها علينا. حتى في العديد من الفنانين عندهم خيبه الامل ولكن نحن الفنان ضروري ساند هو الفنان باي مجال كان من الشعر او من التلحين او من التاليف او من الاخراج او من المعدين. يعني الفنان يساند اي شريحه والضروري الفنانين يساندوا بعضهم ويساندوا مشاكلهم ويبعدوا اي تجاوزات يعني تعطل هذا المجال. فدائما الفنان يكون عنده تفاؤل وعنده اراده انه يصل للشيء اللي هو يقدمه للناس. نعم. الفنان رافع هل بنشوفوك في عمل يجمعك بفنان ليبي عن قريب؟ والله باذن الله تو نحن قلت لك انا المجروده هذه فيها مشاركه للفنان خالد الحوتي ممكن يعني ما عرفت احنا ممكن محليه او مش كبيره بالحيل ولكن ان شاء الله في 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 اكثر من تعامل حيكون نحن بنجسد هيك لوحه تتضمن جميع مناطق ليبيا ونحاولوا ان نتواصلوا بالشرائح اللي خارج بنغازي مش يكون تكون اللحمه واليد واحده ان شاء الله ان شاء الله ما يفرق بيننا حد يا رب ان شاء الله ان شاء الله. هل عندك اغنيه خاصه لبنغازي بخصوص هذه الانتصارات ان شاء الله وان شاء الله يا رب تستمر يا رب العالمين؟ تو في عمل اللي هو افرح وتهني يعجو بس على القنوات وبنغام تحريرك الليله غني بنغازي حنونه وفي انت الكبيره في ماضيك كان عمل اقل من دقيقه لكن كملنا العمل تو ثلاث دقائق وحينزل باسم القياده العامه للجيش الليبي هذا مهداء الى اهل بنغازي والى شباب بنغازي وبنغازي دائما حتى لو ما غنيناش عليها بالاسم دائما اعمالنا ومعانينا كلها متوجهه الى بنغازي انا بنغازي هي القلب النابض للبلاد ان شاء الله. ويا ريت لو تسمعنا يعني يا ريت نحن شويه طماعين تعطينا حتى الكلمات بس فنان رافع. انت الكبيره في ماضيك، انت الرضايه في مسناك، انت العزه مزروعه فيك، انت بنغازي من يسواك. انت ضحيت بكل انا غالب شدي مجاك ايام صعيبه ومرن بيك، انت لو طحت يطيح معاك، عرب شالت الحمول عليك، بنغازي انت الكبيره في ماضيك. جميل شكرا لك على هذه الكلمات. بالفنان رافع هل بيكون لك عمل تمثيلي تلفزيوني في شهر رمضان القادم؟ باذن الله هو النازح نازح وايضا في امور ثانيه ان شاء الله من الجانب النكته السريعه اللي حتكون مجسده كوميديا. نعم. ان شاء الله نقدر نخرج بين الظل عليك. نعم. اخر حاجه حابب تقولها الفنان الشاب رافع العكوكي؟ والله انا سعيد جدا بهذا الصباح المبارك وعلى 2018 ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه وموفقين. شكرا لك. كل الشباب اللي قايمين على هذه القناه وما خلف الكواليس واصحاب القناه والناس المجهوله اللي تبذل في جهد حتى توصل القناه بصوره سليمه وصوره صحيحه ان شاء الله ربي يعطيك الصحه ونهارك مبروك. شكرا لك. كل الشكر لك. شكرا لك الفنان والممثل رافع العكوكي على هذه المداخلة وعلى هذه الكلام الطيب. إن شاء الله فعلا العقبال لكل فنانين ليبيا بالارتقاء بهذا الفن والغناء الجميل في ليبيا. وزي ما قال أهم رسالة هي رسالة الفن إن شاء الله توصل وإن شاء الله تصلح كل ما
نقدر نقوله نهدم في ليبيا إن شاء الله يا رب يتصلح أكيد. نعم. عنا تقرير ربيع عن الفنانة الشعبية خديجة بكر الشهيرة بالفونشة والوردة الليبية. طبعا توفت طبعا هذه الفنانة، قدمت العديد من الأعمال، وطبعا طبعا زميلتنا أكيد خلود أبدعت في هذا التقرير. خلينا نشوف هذه التقرير ونسمع. الوردة الليبية، الوردة الليبية هي الفنانة الشعبية الكبيرة خديجة الفونشة. كانت بدايتها منذ أواخر الستينات ولا زالت في قمة نشاطها الفني. وهي تقدم أغانيها على هيئة وصلات غنائية أسوة بأغاني المرسكاوي الأخرى، حتى في الحفلات الرسمية وحفلات الأعراس والمناسبات. شفنا تقرير للفنانة خديجة الفونشة، وأهم ما لفتني كذا تقرير، هي تغني بالعربي وهي لابسة اللبس العربي. أكيد الزي العربي، هي معروف عليها في الأعراس دائما بالزي العربي والتحزيمة الشرقاوية. طبعا نشكر أكيد زميلتنا خلود على هذه التقارير اللي كل مرة تبدع فين في صبحنا، وتعطي في طبعا لمسة للفنانين الليبيين، ونذكروا بهم أكيد الفنانين الليبيين الموجودين والراحلين. أكيد تحية لكل الفنانين الليبيين وين ما كانوا. حنكونوا معكم بعد الفاصل مع فقرة الرياضة وتمارين رياضية جديدة، وحيكون معنا يا ربيع زميلنا في قسم الرياضة إبراهيم الحوتي، حيكلمنا على مباراة مهمة حتكون اليوم إن شاء الله. نذكركم ببرنامج الصبح على بريدنا الإلكتروني صبح@218tv.net، ومتابعة كل برامجنا على صفحتنا الخاصة على الإنترنت والفيسبوك والإنستغرام وتويتر وتيليجرام، واللي هو 218tv.net. ويمكنكم أيضا مشاهدة كل الحلقات على صفحتنا الخاصة على قناة اليوتيوب. فاصل ورجعين، خليكم معنا. مش كل شيء جمال وزي جاي تقدم على خط الشاعر ليبيا. للمشاركة في برنامج شاعر ليبيا أرسل السيرة الذاتية على العنوان التالي شاعر@218tv.net. شروط المسابقة: أن يكون المشترك من الجنسية الليبية، العمر من 18 إلى 50 سنة، أن تكون القصائد من الشعر الشعبي فقط، أن تكون القصيدة خالية من التمجيد سواء لأشخاص أو عرق معين أو قبيلة معينة أو مدينة أو جنس، خالية من أي نوع من أنواع التحريض، خالية من المواضيع العقائدية. زوروا موقعنا. تم التوقيع بين إدارة الهلال وقناة كيس 18 لنقل المباراة حصريا. الأهلي طرابلس يواجه إنزو كيراتوز المالي بالملعب الأولمبي لسوسة التونسية ضمن إياب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا الجمعة حصريا على 218. Before you have engaged in all sorts of criminal activities. Tapes, surveillance videos. I've been in prison half my life. Sometimes I think I had too much legal experience. Oh!
مرحبا، أنا معكم الكابتن محمد الصباغ. اليوم حابين نحكي عن تمرين عضلة البايسبس والترايسبس، وهم من أهم العضلات، وكثير من الناس بيجهلوا تمرين عضلة الترايسبس، بيفكروا إنه تمرين عضلة البايسبس إنه أكثر أو أحسن، مع إنه هذا غلط كثير شائع. فاليوم رح نبلش نحمي زي دائماً عشان نتجنب الإصابات. تقريبا كم من تمرين لعضلة البايسبس وتمرينات لعضلة الترايسبس. نبلش بأول تمرين وهو عضلة البايسبس الأمامية الطويلة، اللي هو بهذا الشكل راح يجي. هو هذا التمرين، يعني بنلعبه تقريبا 10 تكرارات باليد اليمين و10 تكرارات باليد الشمال، او 8 تكرارات باليد اليمين 8 تكرارات باليد الشمال. راح نلعب التمرين هذا اللي هو بعده، اللي هو راح يغطي المنطقه السفلى تبع عضله الباي مع الريست، اللي هو بهذا الشكل. طبعا زي ما حكينا 8 تكرارات باليد اليمين 8 تكرارات باليد الشمال. رح نلعب هذا التمرين وهو تكوير لعضلة الباي بهاي المنطقة بالضبط، تكوير عضلة الباي الصغيرة. عضلة الباي العلوية ما بتختص بعضلة الباي السفلية، بس تكوير بهذا الشكل، ويكون الظهر بنفس الوقفة، ما لازم ما نتحرك فيه أبدا. طبعا هذا التمرين في ناس بتلعبه وهم جالسين، بيحطوا بهيك هاي الحركة، ما في أي مشكلة. في ناس بتلعبه هيك بتلعبه هيك، كله صح. راح نبلش عضلة الترايسبس. أول تمرين هو هذا التمرين بهاي الشكل بالضبط. من هذا من هون مستقيم، بس منحرك الكوع عشان يجاوب على التراي بالضبط. نلعب هذا التمرين الثاني لعضلة التراي عشان تفصيل هاي المنطقة بهذا الشكل.
هو المعروف باسم الكيك باك، الدفع. حرك الفوق بس، هيك بنكون لعبنا على عضلة البايسبس والترايسبس. شكرا لكم. شكرا. طبعا رحبوا بزميلنا ابراهيم الحوتي في قسم الرياضه. صباح الخير. صباح النور عبير، صباح النور ربيع، ونشكره اكيد كابتننا على كل المعلومات الرياضيه. شكرا لك اكيد الكابتن محمد الصباغ على هذه التمارين، ونرحبوا بزميلنا اكيد ابراهيم الحوتي. صباح الخير. صباح النور، نورتنا في الاستوديو. الله ينور النور. نورك طبعا انت. شن اجواءك انت والرياضه؟ والله استمتعت حتى بالكابتن توا، يعني في نصائح قيمة هو قالهن. نحكي اليوم على مباراة حتكون حصرية على قناة 218، مباراة الأهلي طرابلس مع أونز كيراتوز المالي اللي حتكون في تونس في سوسة. هي مباراة حتبدأ على تمام الساعة 3 اليوم. في طبعا استوديو تحضيري حنكمله أكيد نتكلموا عليها أكثر بس بعد البرومو. تمام. تم التوقيع بين إدارة نادي الأهلي وقناة كيس 18 لنقل المباراة حصريا. الأهلي طرابلس يواجه أنزو كيراتوز المالي بالملعب الأولمبي لسوسة التونسية ضمن إياب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا الجمعة حصريا على 218. بعد ما شفنا هذا البرومو اكيد على الفوط اليوم وعلى الحماس اليوم، شو متوقع يا ابراهيم اليوم الفوز لمن؟ والله قبل ما نتوقع خلينا نحكوا عن المباراه اكثر تفصيل هيك وبعدين ان شاء الله نتوقع. طبعا هي كيف ما نوهت من بدري، كيف ما شفنا في البرومو ان هي مع الاهلي طرابلس مع أونز كيراتوز المالي في سوسة. طبعا هي المباراة بين ذهاب وإياب، التعبت مباراة الذهاب اللي هي في مالي في باماكو، وفاز فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف. طبعا ديما في الغالب المباراة اللي هنا ذهاب وإياب ربيع، لما أنت تسجل خارج أرضك فينحسب في حالة التعادل الهدف كأنه هدفين، يعني هما بهدفين مقابل هدف واحد حيكونوا متريحين. عشان هيك نعاود على سؤالك بالنسبة للتوقعات، أكيد طبعا احتمال كبير بنسبة كبيرة الفوز يكون للأهلي أو الترشح يكون للأهلي، لأن الأهلي فاز في خارج أرضه بهدفين مقابل هدف، فإن شاء الله يقدم مستوى مميز. نحكي على فقراتنا نحن اليوم. حلو. الساعة 2 إن شاء الله هي حتبدأ الاستوديو التغطية يعني، أو استوديو التحليلي للمباراة. نعم. مع زميلي طبعا مهند وعلي البوسيفي رئيس قسم الرياضة في 218، فان شاء الله يقدموا شيء مميز. في طبعا عندنا فيديوهات حصريه للنجم الليبي طارق تاي، وحتى لكل يعني رياضيين غادي في البعثه صورنا امس رشز مميز جدا. حيكون في تغطيات وتقارير حلوه ان شاء الله على المباراه في بدايه المباراه، بعدين طبعا بين الشوطين ايضا حيحكوا على اللي صار في الشوط الاول، وبعدين نصف ساعه بعد ما تكمل المباراة بالكامل حيحكوا على المباراة بشكل عام. استوديو تحليلي يعني. نعم. استوديو تحليلي عن المباراة على مجريات المباراة بشكل عام. بيحكي لنا على مشاركة طارق التايب في هذه المباراة. هذه أهم شيء، مشاركة طارق التايب. طبعا هو طارق التايب ما لعبش في باماكو. نعم. الجمهور الرياضي كله ينتظر فيه، ولكن جمال بنوارة مدرب الأهلي عنده يعني عنده نظرة طبعا معتمد على فريق الأهلي اللي هو مش شباب، كله فريق شباب. في عناصر خبره اللي كيف طارق تايب وليد السباعي، فاحتمال كبير انه هو يشارك طارق تايب في نهايه المباراه، خاصه انه اذا ضمن الترشح اذا سجل الاهلي من بدايه المباراه. فان شاء الله نتمنى انه يشارك طارق تايب نجمنا المعروف. طيب ليش ما كانتش المشاركه من الاول يعني؟ والله هي اسباب طبعا، المدرب ينظر عنده نظره. نعم. ففي حتى كانت في يعني
طالبوا انه هو يشارك حتى بعشر دقائق. طبعا طارق تيب تو عمره قريب 39 عام نعم، فكبير في السن، ولكن جمال بنوره هو دائما يحب الشباب ويحب كذا، وطارق تيب نجم كبير يعني اكيد جمهور الاهلي بروحه انه يخش للملعب، هذه بروحها يعني قيمه عند جمهور الاهلي. نعم. طرابلس هو بيكون النقل المباشر من تونس لمنطقه سوسه اكيد. نعم. اكيد بيكون النقل المباشر ان شاء الله، وان شاء الله يعني تنول التغطيه بصفه عامه، تنول اعجاب المشاهدين ان شاء الله. طيب لما نحكوا على الفريق اللي هو أونز كيراتوز المالي، احكي لنا على هذا الفريق. والله شوفي هو توه في الدوري، هو الثاني في الدوري، فريق مش سهل، فريق كبير. لما لعب في لما كانت المباراة في باماكو كانت مباراة صراحة كويسة، طبعا سجل هو بادر بالتسجيل الفريق المالي، بعدين حقق التعادل الأهلي، بعدين فاز بركلة جزاء حققها نفذها الغنودي. وانا اتوقع يعني ان شاء الله المباراه يعني على الاقل لو سجل او ضمن انه يسجل، طبعا لو تعادل سلبي يضمن الترشح، على اهم شيء ما يسجلش هدف في الاهلي. ان شاء الله باذن الله الاهلي قدم مستوى، يعني فريق سهل مش فريق صعب، مش سهل يعني. نعم. فريق بابراهيم من اللي يتوقع من فريق الاهلي طرابلس انه ما حيحققوا اهداف اليوم؟ والله طبعا اكيد الغنودي، ان شاء الله يلعب طارق التيب ويحقق الاهداف كلها مع امنيه يعني كيف امنيات جمهور الاهلي كلها. طبعا يحبوا طارق التيب، نجم كبير، نجم قدم للكره الليبيه الكثير والكثير، يعني طارق التيب نجم يعني الوطن العربي كله يشهد له يفتخر بيه. طبعا يعني طارق التيب نجم كبير. نعم ان شاء الله يا رب نتمنى الفوز لفريقنا. اكيد اذا تم الفوز والترشح الى ماذا سيترشح بعدين؟ بعدين عنده مباراه مع الهلال السوداني، حتى هي نفس الطريقه من ذهب واياب. بعدين يترشح للدوري التمهيدي لدوري الكاس، كاس الاتحاد الافريقي الكونفدراليه. نعم. الدور الثاني 32 لانه يخش في دوري المجموعات يعني. ايوه طبعا دوري المجموعات دائما النقل بيكون حصري في البين سبورت، يعني هي حتكون حصري حتاخذ اللقاءات. فنحن عندنا فرصه في الادوار هذه ان نحن في الادوار التمهيديه ان نحن ناخذ الاهلي ومبادره 218 بادره ان هي تاخذ النقل الحصري، عشان ما تحرمش الجمهور ان هو يشوف متعة نادي الأهلي وكرة الأهلي وأيضا كرة نادي الاتحاد. طيب آخر سؤال يا إبراهيم، تحكوا على الجمهور الوفي لفريق الأهلي طرابلس، يعني كيف ما عرفنا حتى في المباراة اللي فاتت إن في ناس مشت عند مالي. صح. نعم. صح. طبعا نقول لك على شيء دار الجمهور سواء جمهور الأهلي أو جمهور الاتحاد. نعم. طبعا جمال بنوارة وحتى نبيل الكوكي مدرب الاتحاد كانوا أذكياء جدا إن هم خذوا مباريات ودية ولعبوا مباريات ودية في طرابلس، وكانت قوة معنوية ودفعة معنوية قوية للفريق للفريقين يعني. طبعا فريق الاتحاد حقق فوز حتى هو في تونس بأربع أهداف مقابل هدف واحد قدام الفريق النيجري، ويعني هدينا طبعا للكرة الليبية دائما الجمهور الليبي جمهور متعة جدا وممتع، يعني الجمهور الليبي بألواح الفنية الممتازة جدا وأغانية طبعا المذهلة. يعني أكيد طبعا كانت في دفعة معنوية كبيرة للفريقين. توا في أربع طيارات سافرت لتونس لفريق الأهلي عشان تدعم فريق الأهلي، فنتوقع أكيد الجمهور الرياضي دائما الجمهور الليبي مذهل، يعني هم يقولوا عليه أنه ياخذ في الجرينتا الإيطالية نفس الجمهور الإيطالي في الحماس، يعني الجرينتا بالإيطالي منها حماس. حماس. حابة نسألك بس زميلنا إبراهيم الحوتي، متعة قسم الرياضة في تغطية الأحداث الرياضية وخاصة لما تكون في مباراة ليبية و جاي متنشط ابراهيم اليوم طبعا ما رقدتش امس. احكي لي على هذه المتعه يعني. هي شوفي الرياضه بشكل عام متعه بروحها يعني، أكيد. ما فيها حتى لو فيها ستريس وفيها ضغط وفيها كذا، ولكن ضغط جميل خاصه انك انت لما تكون رياضي منذ الصغر يعني، فهذه بتميزك. بتحس روحك انك مهما انت تشتغل، مهما انت تتعب، مهما انت كذا، ولكن في متعة في شغلك يعني قسم الرياضة. ونحن الحمد لله صح نحن ثلاث أشخاص فقط، ولكن الحمد لله يعني في انسجام كقسمنا نحن بشكل خاص بشكل عام. الرياضة بشكل عام أي طبعا المجال أي شخص يشتغل فيه حيحس بالمتعة. نحن المشكلة اللي تواجهنا حاليا لأن توقف الدوري وتوقف النشاط الرياضي بشكل عام. هذه ممكن المشكلة اللي تواجه كل إعلامي رياضي إنه هو مش قادر كيف يبدع، لأن لما تكون في الدوري قاعد وفي نجوم وكذا، فنحن ما نصدقوا يعني مباراه الاهلي او مباراه الاتحاد خاصه فرحوا بها اكيد يعني يكون فيها وطنيه خاصه الظروف اللي تمر بها ليبيا بشكل عام يعني. ان
شكرك اكيد الزميل أكيد. ابراهيم دحوتي، وان شاء الله نشوفوك منور في هذه التغطيه اليوم الساعه 2 ان شاء الله. لا هو حيغطيها مهند، وانت مش حتكون وعلي. انا بروديوسر. حلو ما شاء الله. موافقين ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا شكرا. مستعدين كلكم حماس لهذه التغطيه الخاصه. شكرا لك. شكرا 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 حبيبي. شكرا ابراهيم. ابراهيم خلينا مع بعضنا ان شاء الله، نتمنى طبعا لفريقنا الفوز الفوز ان شاء الله، فريق الاهلي طرابلس ان شاء الله باذن الله. ابراهيم خلينا مع بعضنا نشوفوا برومو الفيلم العربي، برنامج طبعا برامج 218 وكل افلامها طبعا كل جمعه وسبت. خلينا نشوفوا برومو الفيلم اليوم النمر الاسود لاكيد الفنان الراحل الممثل احمد زكي، ونرجع. أنا بقى راح مفيش وعضيت كل المدة في الاتحاد الرياضي. سمينك النمر الأسود، إيه رأيك؟ رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيلم العربي لليلة الجمعة اللي هو الفيلم النمر الأسود للفنان الراحل أحمد زكي. والفيلم أحداثه تدور يا ربيع عن قصة كفاح شاب مصري يسافر من مصر لألمانيا، قصة كفاح إنه هو يعيش في غربة، يتعلم إن هو كيف يثبت نفسه في الغربة زي ما قلت، وحتكون تنشأ علاقة حب ما بينه وما بين فتاة ألمانية، ويستمر وينجح في شغله ويعيش في ألمانيا. ما نبوش نحن نحرك الفيلم تشويق. طبعا اليوم الساعة 9 طبعا طبعا الفنان الراحل أحمد زكي، والفنان أكيد والفنانة وفاء سالم، والفنان أيضا الكبير أحمد مضر. نتمنى أكيد مشاهدة طيبة لكل مشاهدي قناة 218 إن شاء الله. وحيكون طبعا يوم السبت غدا برنامج أكيد فيلم أجنبي كيف ما عودتنا أكيد 218 بباقة البرامج وباقة الأفلام بنحكوا عليه باقة البرامج ل 218 عندنا برنامج العشية طبعا تقديمنا زميلنا محمد الطيب وعمار المنصوري. عندنا برنامج العشية اللي حيكون إن شاء الله بداية يوم الأسبوع اللي هو حيكون العشية من تقديم الزميلة محمد الطيب وعمار المنصوري، فقرات جميلة جدا منوعة فيها التسلية فيها الإثارة وفيها التشويق وفيها الإفادة أيضا. نعم وفيها القضايا الاجتماعية وأيضا برنامج الحكومة أكيد من تقديم زميلنا مازن، وأيضا برنامج في الخارج تقديم زميلنا علي الترهوني اللي يسلط على معاناة الناس اللي عايشة برا ليبيا. أيضا ما ننسوش يا ربيع الحدث الأبرز والأهم اللي هو في عالم الإعلام الليبي اللي هو أول برنامج فني اللي هو شاعر ليبيا، وحيكون في كاستنج في 4 مدن في ليبيا، حتكون هي البيضة وبن وليد وطرابلس وإن شاء الله مدينة أخرى نسيت اسمها. نعم إن شاء الله أكيد حتكون مسابقة فنية كبيرة. نعم. وأيضا حتكون طبعا حتى سبها لها مكان في هذه الكاستنج، وحيكون في عديد من اللي موهب يحبوا هذا الشعر الشعبي أكيد الأصيل واللي حيوصلوا للمرحلة طبعا بعد يفوز في الكاستنج يتأهل إلى بيروت إن شاء الله. طبعا في مسرح في بيروت حيكون في هذا الاختيار، وإن شاء الله الفوز لمن يستحق طبعا و100,000 دينار ليبي حتكون الجائزة يا عبير، مبلغ مالي حلو لدعم طبعا هذه الموهبة. طبعا وبنحكوا على شعرنا ليبي لأن شعرنا ليبي يحتاج نحن نعيد النظر الآن في الشباب اللي عندهم هذه الموهبة إلقاء الشعر الليبي باللهجة الليبية البسيطة السلسة اللي توصل على طول، وكلامها يكون يعني في الصميم ومعبر أكثر يا عبير. هذا هو هدف برنامج شاعر ليبيا يا ربيع، هو إعادة إحياء التراث الشعبي الشعر الشعبي من جديد، ونغرسوه فينا ونعلموه لأجيال جديدة ولأطفالنا يسمعوه، وحتى يكون يعني يتربى فينا من جديد يعني. نعم هذا هو هدف البرنامج. صحيح، وهذه بصمة تعتبر البصمة الأولى على القنوات الليبية وفي ليبيا خاصة
إن أول مرة يطرح مثل هذا البرنامج ولفتة حلوة من قناة 218 لدعم هذا الفن الأصيل، فن التراث الليبي والشعر الشعبي. طبعا أتوقع حتكون له متابعة كثيفة خاصة على مستوى ليبيا. إن شاء الله يكون من البرامج أكيد حيكون الناجح، لنأمل أن يكون الناجحة وتكون له زي ما قلت متابعة كثيفة، وزي ما قلت حنستمتع به ونستمتع بكل الأشعار اللي حتكون من المتسابقين. إن شاء الله نأملون لهم مع طبعا الفوز، وحيكون في برومو إن شاء الله حيطرح قريب على شاشة 18 على موعد ومكان الكاست للناس اللي حابة أو الشباب طبعا في الأعمار من عمر 15 ل 50 سنة. ذكر المدن اللي هي قلنا سبها وبنوليد ودرنا والبيضة طبعا والبيضة، والأعمار حتكون من 18 سنة إلى 50 سنة. حلو، يعني حتى الفئة الشباب اللي موجودة وحاضرة طبعا باش يكون في تأمين لمستقبلهم الفني التراثي الليبي. عبير طبعا بنحكوا أيضا على العديد من المواضيع اللي تطرح في برنامج الصبح وعديد من برامج 218. دائما احنا نمسه في معاناة الناس أكيد، خاصة في ليبيا وفي القضايا اللي تهمهم في الوقت الحالي. أكيد برنامج الصبح دائما يقدم المعلومات المفيدة ويطرح قضايا تهم الناس سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، وأكيد برامجنا الأخرى زي ما قلنا اللي هي العشية في الخارج الحكومة، وأيضا برنامج البلاد ما ننسوهوش هو يوميا يغطي كل الأحداث اللي تدور في ليبيا. ما ننسوش أكيد برنامج جيم لتقديم زميلنا مهند نجم وإبراهيم لحوتي، أكيد كل ما يخص الرياضة والعاب الرياضة. يا عبير بنحكوا على قضيتنا اليوم، كانت قضية طبعا مهمة، كانت ضيفتنا السيدة أحسان بن علي، حكينا على التعليم في ليبيا وما أدراك ما التعليم، ما يعانيه من طبعا نقص في عديد من الكوادر طبعا، التدريس في البنية التحتية في المدارس في الفصول في نفسية أيضا الطالب. يعني أكيد احنا سلطنا اليوم الضوء على أبرز النواقص اللي يعاني منها النظام التعليمي أو العملية التعليمية في ليبيا، لأنه هو عانى الكثير ولا زال يعاني. نتمنى الأفضل والأحسن، والأهم من هذا كله هو يعني وزارة التعليم يجب أن تضع استراتيجية محددة وواضحة لنجاح شكل التعليم القادم، يعني شكل التعليم وشكل أيضا المدارس. نتمنى حتى البنية التحتية من فصول من حشاكم من الحمامات من الكوادر اللي كيف ما نوهت الأستاذ أحسان إن كل شخص له تخصص، يعني الشخص اللي يدرس في اللغة الإنجليزية يكون شخص متمكن في اللغة، شخص في العلوم في الكيمياء في الحساب، كل شخص هو يكون له تخصص. بصراحة يعني إعادة الهيكلة من جديد أفضل شيء، يعني لأن التعليم يعاني من قصور في كل الجوانب في ليبيا، فنتمنى أن يكون في إعادة هيكلة من جديد ومنظور جديد للتعليم. نعم، وأيضا تغيير المناهج نتمنى يكون فيها الوقت المناسب. يا عبير يعني تغيير المناهج يعني كيف ما اتطرقنا اليوم يعني يصير في إرباك لهذا الطالب، يعني التغيير من منهج لمنهج يكون مثلا على أسس وعلى يعني اختيار المنهج الصحيح اللي يتماشى مع الطالب وفي الوقت الحالي. نتمنى طبعا في الفترة القادمة في ليبيا يكون التعليم ثم التعليم ثم التعليم كيف ما أنا نوهت، وإن شاء الله أكيد بكرة حتكون حلقتنا متنوعة يا عبير. أكيد حتكون معنا عدة مواضيع منوعة ومفيدة لكل من يتابع فينا. حيكون معنا موضوع رئيسي اللي هو العادات التي تؤثر في عقل الإنسان طبعا، وأكيد حيكون معنا فقرة خاصة للمرأة للتجميل، دائما نحن معطين حواء حقها في البرنامج الصباح. أكيد، وحيكون معنا أيضا فقرة فنية. نعم، حيكون طبعا العديد من الأخبار إن شاء الله بإذن الله، وتكون أخبارنا مفرحة مش كيف خبرنا اليوم فقدان الفنانة القديرة أكيد نعيمة أبو زيد. نذكر يا عبير بكل من حاب يبعث لنا موضوع مهم حاب يطرحه في برنامج الصباح أو قضية، أو حابين تتواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني صباح @218tv.net، وبرامجنا كلها يا عبير عبر صفحتنا الخاصة على الإنترنت اللي هي 218@tv.net، ومتابعة
أو يمكنكم أيضا مشاهدة كل برامجنا على صفحة اليوتيوب. شكرا لك يا ربيع، وشكرا لكل من تابع برنامج الصبح. دائما قولوا البداية هي صعبة في كل شيء، لكن لما تكون النية صافية حتكون أكيد تعطي نجاح وتكون تعطي مفعول أكثر يعني. إن شاء الله تكون بداية وما تكونش لها نهاية مع أكيد. مشاهدين برنامج الصبح وكل البرامج 218، على أمل لقاء بكم بكرة الساعة 10 مع عبير الصباح وكل من يتابع في برنامج الصبح. سلام.